بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الفاضل صديقي العزيز نعم ميارة رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، معالي الأخ الفاضل ريكاردو ريو عمدة براغا، سادة رؤساء البرلمانات، سادة السفراء، أهلا بكم في هذا اليوم. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأصدقاء في البرتغال البرلمانيين والحكوميين والقادة الذين تلقينا منهم كل الحفاوة، حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع، وسعيد أن أتواجد معكم اليوم وأنا أتقابل مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء التي تجمعني بهم علاقات شخصية منذ أكثر من 15 عام. سادة زملاء، أود في البداية أن أحيي أيضا طعم هذا البرلمان الذي تواجد على الساحة بكثافة وبمشاركات إيجابية حول العالم في كل المنتديات الدولية التي كان له بصمة وحركة ومجهود وتقدير. وكان آخر هذا المجهود الحقيقة هو لقائنا بالسيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسيد الأمين العام للأمم المتحدة، وكانت الحقيقة لقاءات مثمرة، وكانت الحديث فيها بمنتهى الصراحة، وكانت هناك توصيات يريدون الاستماع منها مننا نحن كبرلمانيين، يريدون آراءنا ومقترحاتنا، وقد تكلمنا معهم بمنتهى الشفافية. وكان جل الحديث عن أهم القضايا التي نتحدث عنها وهي قضايا الشرق الأوسط، هذه القضايا التي لا يمكن أن نتجاهلها أو نعطيها قدرا أقل من قدرها. هذه القضايا هي حقوق شعب، هي حقوق شعب له حقوق عبر التاريخ. هو احتلال احتل أراضي ومقاومة شعب لاستعادة أرضه واستعادة حقوقه بعد أن مضى أكثر من 70 عاما عليه. الكل يتفهم ذلك، ولكن المؤسف اليوم أن البعض يحاول أن يختزل هذا الموضوع في بدايته منذ 7 أكتوبر، وهذه مغالطة تاريخية كبيرة. القضية قضية احتلال، ويجب حينما نتصدى لهذا الموضوع أن نعود إلى جذور المشكلة، وجذور الموضوع هو الاحتلال. ولن تحل هذه القضية إلا بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ودولته، والاعتراف بضرورة عودة الأراضي إلى أهلها، وإلا لن يكون هناك جدوى. ومهما طالت الحروب ومهما كانت التحديات لن يكون منتصرا لا إسرائيل ولا الفلسطينيين، ولكن الخسائر جمة، الخسائر كبيرة يعاني منها الشعبين ويعاني منها الأبرياء المدنيين من الشعبين، ونحن ضد هذا الموضوع. نحن لا نريد أبدا أن يقتل بريء أو أن يعاقب طفل رضيع بقنبلة أو بمنعه من الغذاء أو الدواء أو الكساء أو الكهرباء كما يحدث الآن. أتحدث معكم بضمير الإنسانية، أتحدث معكم بدور مطلوب من كل برلماني، حيث نجحت البرلمانية الدبلوماسية البرلمانية في كثير من الأوقات، وأنا لها الأوان أن تسعى وتسعى وتسعى إلى أن نصل إلى حل. الحلول مطروحة، وأنتم تعرفون كم الأذى الذي لحق بالفلسطينيين لأكثر من 35,000 شهيد و80,000 جريح، والدمار الذي حصل وحصل وحصل وحصل،
وحذرنا منه منذ البداية. وقال السيد الرئيس كلمته أنه يجب العودة للنقاش وللتفاوض. وسعت مصر سعيا دؤوبا كان على مسمع ومرأى العالم كله هذا العمل الدؤوب الذي قام به السيد الرئيس شخصيا والبرلمان المصري كله والشعب المصري كله، رأيناه على شاشات التلفزيون في العمل الإنساني لتقديم كافة المساعدات، حتى وصلت إلى أن مصر قد ساهمت ب78% من حجم المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، وكانت تقف شهر. كانت المساعدات التراكس اللي موجودة على الحدود كان وصل انتظارها في الطابور إلى مدة شهر كامل، إلا أننا كنا مصرين على دخول هذه المساعدات لإنقاذ الشعب الفلسطيني. إلا أن هناك تعنت، هناك تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي. أن لنا الأوان أن كل الدول تمارس ضغوطها للوصول إلى حلول، حلول دائمة ومستدامة، حلول لإنقاذ شعب أعزل. أن له الأوان أن يملك حريته وقراره. أن له الآن أن يخفف عنه الضغوط ويعيش عيشة بناءة. سادة الحضور، مصر قامت بدور كبير وقامت في كل منظمتها منظمات المجتمع المدني، ورأينا التحالف الوطني المصري، ورأينا تحيا مصر، ورأينا كل المنتديات المدنية في مصر تسعى لتقديم المساعدات. والآن ومنذ 3 أيام حصرت إسرائيل حتى رفح ودخلت من الشرق، وبالأمس دخلت في العمق. فإلى أين نحن ذاهبون؟ أنا أناجي الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم، وهو صبور وصابر لأنه يعرف أنه صاحب حق وصاحب أرض وسوف يبقى. أرجو أن تستمر الضغوط، ولا نشعر أن المجتمع الدولي يتصدى لهذا الموضوع بمجرد الشجب والإدانة، ولا يوجد أي تفاعل ولا يوجد أي نتائج للضغوط الدولية. إنني أقول لكم بصراحة أن ملخص زيارتنا في الأمم المتحدة التي كانت منذ حوالي شهر، أنا عدت إلى وطني وأنا يائس وأنا حزين، لأنني لم أستشعر ببارقة أمل في تفاوض أو حتى في استجابة لنداء العالم لحل دولة أو دولتين. لم يوجد هناك أي أمل، وكانت القرارات واضحة والنقاش واضحة أن هذه الفترة مستحيل فيها أن تصل فيها إلى حلول. وهذا يحزنني كثيرا، ويحزن كل بريء، ويحزن كل شخص يشعر بإنسانيته وتفاعله مع الأحداث. أنا أرى أخوة زملاء برنامجا حساسا للفترة المقبلة. بالتأكيد هذه قضية دولية كبيرة والضغوط الدولية فيها كثيرة، ونحن نشعر أنه لا جدوى حتى من الضغوط الدولية. حينما اجتمع الأمم المتحدة وقالت كلمتها في الجمعية العامة في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وحقه في عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة، قال مجلس الأمن كلمته وتوقف الموضوع. فإلى أين؟ وكم سعدت أن يكون كل الدول أعضاء البام برلمان حر المتوسط قد وافقت على وجود دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، إلا 3 امتنعوا عن التصويت. فهذا دليل اجتماع المجتمع الدولي كله على هذا الحل إلا إسرائيل. هذا الموقف الحقيقة يحزن الكثير، لأننا لا نجد بريقة أمل لشعب الأعزل أو حتى وفاق لتحقيق الأمن والسلام. وفي النقيض الموقف ملتهب، والتعدي على الحدود أصبح أمرا واقعا، والأحاديث الاستفزازية من مسؤولين كثيرة جدا، منهم من هدد باستخدام القنبلة الذرية، ومنهم من هدد إلى حصار كامل ومنع الكهرباء والماء والدواء والغذاء، ومنهم يقول أنه لا حقوق ويجب أن تتفكك القضية الفلسطينية وأن تحتل إسرائيل كل الأرض الفلسطينية وأن يذهب الفلسطينيين إلى أدراج التاريخ. هذا لن يكون حلا ولن يحدث، ولن تموت القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، سوف تبقى أيا كانت ثمنها وأيا كان موضعها.
انني انقل اليكم الاخوه الاعضاء احاسيس البرلمان المصري وكلمات قادتها، والشارع المصري يغلي. فنحن شعب نحب السلام، وكنا اول دعاة له منذ السبعينيات، حينما قال الرئيس السادات رحمه الله كلمته: انا اذهب الى الكنيسة لأوقع معاهدة سلام. كنا دعاة سلام من القلب، لاننا نشعر ان السلام هو الطريق الوحيد للتنمية والبناء، الا اننا اليوم لا نشعر بهذا. مصر احتفظت بكل اتفاقياتها الدولية، وكانت مصرة ان تحترمها بالحرف الواحد، الا ان هناك استفزازات تمثل انتهاكا لهذه الاتفاقات الدولية، بل وتهدد الاتفاقيات الدولية المبرمة في خطر اليوم طبقا لكل ما يحدث على الحدود في رفح وفي ممر فيلادلفيا. انا ارجو ان العالم يشعر ما قامت به وقدمته اجهزة مصر الاستخباراتية في الرحلات المكوكية للوصول الى حلول، ومتى نصل الى حلول يأتي من يفسد هذا الحل فورا، يأتي من يريد ان تندلع الحروب وتندلع المجازر وتندلع الخراب مرة اخرى، ونحن لا نريد ذلك. نحن دعاة سلام، نحن نحب السلام ونتمسك بالسلام، وارجو ان يكون الكل من الجانب الاخر ومن العقول النيرة في اسرائيل التي تريد السلام ان تتبنى هذه القضية وتقف امام كل من لا يريد السلام. انا لا اريد ان اطيل هذا الموضوع، وربما انا يعني شرحت بانوراما كاملة، لكنني اريد ان اتوقف ايضا في رسالة سريعة عن المجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي الموجود اليوم، حينما فكر في وحدة الشمال مع الجنوب كانت احلامنا كبيرة، وكنا نتحدث عن نسب للاستثمار ونسب للتجارة ونسب للتصدير ونسب لنقل التكنولوجيا ونسب لتدريب العمالة، الا اننا اليوم نرى صورة مخالفة. نرى هجرة الشرق الاقصى الى الشرق الاوسط بكثافة اكثر من هجرة الشمال الى الجنوب. نرى حجم تواضع حجم الاستثمارات من الدول الاوروبية في الجنوب. نرى حجم التصدير ايضا الذي زاد من الشرق اقصى الشرق الى الشرق الاوسط اكثر. ليست هذه هي الطموحات، وانني اطالبكم ان تراجع كل الاتفاقيات. نحن نريد جيلا جديدا من الاتفاقيات يساعد على نقل التكنولوجيا ويساعد على زيادة الاستثمارات ويعطي ميزة اضافية الى كل المستثمرين من دول الشمال الى دول الجنوب. نحن نريد ان يكون الجزء الشمالي من شمال افريقيا هو الهب الذي يربط بين كل افريقيا مع شمال اوروبا. هذه تحتاج الى سياسات وتحتاج الى اتفاقيات وتحتاج الى فكر جديد. ارجو ان يكون المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه السيد ميارة في مراكش ان شاء الله بعد شهرين ان يكون غذاؤه هذا الفكر الذي يؤدي الى زيادة هذه الاستثمارات والى زيادة التبادل التجاري والسلعي والى نقل التكنولوجيا. وكم سمعنا في الحديث بالامس واليوم عن مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي. هذا محور هام جدا يجب ان يأخذ مجراه ويأخذ ايضا اهميته معنا جميعا. انا لا اريد الحقيقة، لكنني طموح في كلامي، واريد ان ارى شراكة الشمال مع الجنوب في صورة اخرى، اريد ان اراها تتبرور في ارقام جديدة. فلا يجوز ابدا ان تكون اجمالي استثمارات الشمال في الجنوب 2% من اجمالي استثماراته، ولا يجوز ابدا ان تكون التجارة متواضعة. انني ادعو الكل ان يفكر. فنحن نتكلم عن المحيط الحيوي الاقليمي لسلاسل الامداد، ونحن نتحدث عن امكانيات كبيرة يمكن تفكير هذه الطاقات الكاملة في دول الجنوب لخدمة الشمال والجنوب معا. ارجو ان يكون ذلك محور هذا الدراسة الاقتصادية، واشكركم جميعا على حسن الاصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.